يا صباح الخير سارة وعبد الإله، وبالتأكيد طبعا أصبح على كل من يتابعنا الآن ومن محبي ومتابعي برنامج اليوم. لكن قبل لا أبدأ معاكم سارة وعبد الإله، يعني أتمنى أنكم ما تكونوا فطرتوا، لأنه بصراحة اليوم فطوركم علي فطور صحي تماما. أنا جاهزة، أنا جاهزة يا فدوى، أنا دائما جاهزة. حتى لو أفطرنا ما يضر يا فدوى. طبعا الأجمل من هذا سارة وعبد الإله إنه حتى هذه المنتجات الصحية من الخضروات والفواكه تم زراعتها بأيدي شبابنا وأبنائنا هنا في المدينة المنورة. زي ما أنتم شايفين أكيد من خلفي سارة وعبد الإله، أنا الآن داخل أحد النظم المائية، وهي تعتبر أحد الطرق الزراعية التي لا تعتمد تماما على وسيط التربة، فقط ماء وبعض الإضافات اللي احنا طبعا حنتعرف عليها مع ضيفي المتواجد مع الدكتور أحمد السالمي، وهو مطور النظام المائي أو الزراعة المائية الأفقية اللي أنت ذكرتها الآن عبد الإله. طبعا لو تنضم معنا دكتور أحمد يديكم العافية. صباح الخير، صباح الإنتاج وصباح الزراعة الجميلة، يعني حقيقة مكان جدا جميل. بس خلينا في البداية دكتور أحمد نعرف إيش هي هذه الزراعة المائية، وهل هي تعتبر أحد الطرق الحديثة ولا كانت موجودة من أول ولكن تم تطويرها؟ والله الحقيقة هذه الزراعة المائية بنظام الهيدروبونيك، ما يسمى بالنظام الهيدروبونيك أو الزراعة باستخدام الماء. الحقيقة تكون فكرة هذه الزراعة على استخدام العناصر الغذائية المضافة إلى الماء. طبعا زي ما أنتم شايفين هنا بنعمل يعني زراعة على المواسير، وبتطلع يعني في 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 مدة يعني تكون أقل من المدة العادية. يعني هل نقدر نقول انه مثلا هذه الزراعه المائيه يعني بديل رائع وجميل سواء من ناحيه الانتاج من ناحيه السرعه عن الزراعه التقليديه؟ نعم، هي الحقيقه اذا جاز لي التعبير انا اسميها هذه زراعه المستقبل. المستقبل حيعتمد على هذه الزراعه لسبب، لانه بتختصر الحقيقه وبتعمل يعني سيفنج لاستهلاك الماء، يعني ما هي مستهلكه للماء، فقط تاخذ حاجتها من الماء والغذاء والباقي يرجع مره ثانيه. بس انا حقيقه يعني عندي فضول دكتور احمد، يعني عاده نعرف انه احنا الزراعه لابد وسيط من تربه، سماد، تغذيه، كيف الماء يقدر يوفرها للنبات؟ والله الحقيقه نحن الماء نحن بنحاول نحط بعض المغذيات العناصر الطبيعيه في الماء بحيث يمتصها النبات مباشره من خلال الجذور بدون أي وسيط آخر. وهذه المغذيات عادة ما تكون طبيعية بحيث أنه يعني يكون الغذاء يعني طبيعي وعضوي. جميل. طيب مثلا أنا شايفة هذه برضو من خلفنا هذه الأعمدة أو هذه المواسير، هل نقدر نقول أنه مثلا يعني هذه سهل إيجادها داخل المنازل؟ هل نقدر نقول أنه الزراعة المائية ممكن تساعدنا إحنا على تحفيز الزراعة المنزلية؟ نعم الحقيقة يعني نحن الحقيقة عندنا مبادرة في أنه يعني نجعل كل بيت كل أسرة تنتج غذائها. الموضوع بسيط جدا، ما هو معقد، فقط الأساسيات الخاصة بالزراعة المائية والأدوات متوفرة في الأسواق ورخيصة جدا. نعم جميل. دكتور أحمد أنا حقيقة يعني شدتني هذه الشتلات الصغيرة، أتوقع هذا ريحان إيطالي ولا إيش؟ صحيح؟ هذا ريحان الأكل الإيطالي. نعم، وشايفة كمان التين. أي نعم، هذا ريحان الأكل الإيطالي حقيقة نكثر فيه، عندنا عدة مراحل للإنتاج، نبدأ من هنا في وبعد كذا يبدأ في مرحلة النمو هنا. نعم. كذلك أنا أبغى أشير الحقيقة إلى تجربة فريدة من نوعها نحن عملناها، وهي التين. التين شجرة صحيح؟ شجرة نعم، فاكهة تم إكثارها باستخدام الزراعة المائية، وهذه من التجارب الحقيقة اللي عملناها ونجحت نجاح باهر. ولو تشوفي حضرتك التين الآن ما شاء الله تبارك الله طالع وبالزراعة المائية. بس هل لما يعني تنمو ويكبر نموها هتستمر داخل الوسيط المائي؟ نعم نحن بعد ما تنمو بنعمل لها تقليم، بنعمل تقليم بحيث أنها يعني تنتج أكثر وما تتفرع أكثر.
أيوه. الأصناف اللي تزرعوها الآن حالياً أنا شايفة خضروات أكثرها أو ورقيات؟ نعم هي ورقيات، عندنا خس اللولو بيوندا، خس اللولو روزا، هذا ريحان الأكل الإيطالي البنفسجي، عندنا ريحان الأكل الإيطالي الأخضر، عندنا إكليل الجبل، عندنا الأوريغون، عندنا الكزبرة والشبت والأعشاب المحلية. طب خليني أختم معاكم بسؤال دكتور أحمد، يعني أنتوا طورتوا هذا النظام، هل حصلتوا على جوائز؟ هل في مشاركات مثلا محلية أو دولية؟ والله الحقيقة نحن دوبنا يعني بدأنا دوب الإنتاج بدأ في النظام هذا، والحقيقة نحن الآن بنتجه إلى أنه نحن نحصل على يعني تعريف بالنظام هذا في 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 جامعات. نحن عندنا الآن اتفاقية مع جامعة الملك عبد العزيز لإنشاء هذا النظام فيه، وإن شاء الله نحن نحاول يعني بدعم الوزارة الحقيقة، ولا يعني أنسى الحقيقة دعم وزارة الزراعة في المدينة والأخ أيمن السيد، الحقيقة كان له دور كثير الحقيقة في أنه نحن ننجز هذا الإنجاز الحمد لله. شكرا لكم دكتور أحمد السامي، يديكم ألف عافية. زي ما أنتم شايفين سارة وعبد الإله يعني هذا نموذج لأحد الطرق الزراعية، وزي ما ذكرها الدكتور أحمد إن شاء الله أن هي مستقبل الزراعة، وهي أكيد أنها من أكثر المحفزات لنا أنه إحنا نتشجع على الزراعة المنزلية. حقيقة الزراعة سارة وعبد الإله وبالتأكيد اللي بيتابعونا الآن، نعم، ما هي مجرد استثمار اقتصادي أو تجاري، وإنما أيضا استثمار نفسي سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتأثر علينا وعلى أفراد أسرتنا وكذلك على أفراد المجتمع. طبعا أنا أهدي لكم شتلات سارة وعبد الإله وحشوف يعني حقيمكم. يعطيك العافية. هذه اللي حنفطر عليها يا فدوى. فين وصلت الشتلات، كبرت ولا لا؟ لا لا مو هذه، هذه شتلات انت حتزرعها عبد الاله، لكن الفطور ان شاء الله خس وجرجير واوراق الريحان. انت بس عليكم العيش والجبنه. طيب الله يكثر خيرك، شكرا جزيلا لك فدوى. يعطيك العافيه يا فدوى.